لازلنا مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة لأبرز الرسائل التي حوتها كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مشاركته في الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة والتي عقدت بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور إكرام أهلا وسهلا بحضرتك. رسائل مختلفة، الجانب الأهم منها وكلها بطبيعة الحال كانت رسائل مهمة، ما كان منها مرتبطا بمحددات الأمن القومي لمحيطنا الإقليمي والأمن القومي المصري وعلى رأسه الأمن المائي. أي الرسائل استرعت انتباه حضرتك بشكل أكثر خصوصية فيما يتعلق بما يجري في محيطنا الإقليمي؟ طبعا هي رسائل هامة في الندوة 31 التثقيفية للقوات المسلحة، وكانت بتتسم الحقيقة بما يمكن أن أسميه المكاشفة والمصارحة والحديث من القلب، وإجابة على تساؤلات هامة بتشغل المواطن المصري. السيد الرئيس ربما أشار إلى أن الدولة بتعمل على مواجهة الواقع والمستقبل، وبالتالي يعني نحن يعني يكون التصرف في حدود الإمكانات المتاحة. أيضا رسالة مهمة في رأيي هي ما أشار إليه السيد الرئيس من إعداد المواطنين لمواجهة التحديات، وخصوصا أن الحروب الحديثة لم تعد حروب عسكرية فقط، وإنما هي الحروب اللي بيطلق عليها حروب الجيل الرابع اللي بتعمل على إضعاف الجبهة الداخلية، إثارة مشاعر الإحباط، اليأس، التشكيك بين الشعب ومؤسساته. إذن كل هذه المحاولات نقطة المقاومة فيها هي إعداد المواطنين لمواجهتها من خلال عديد من الأدوات اللي أشار لها السيد الرئيس، زي التربية والتعليم طبعا، الأسرة، الجامعة، دور العبادة، تضافر جهود مؤسسات المجتمع ككل لمواجهتها. وده يعني اللي ممكن نسميه عملية التنشئة أو أدوات التنشئة، وبحيث تتضافر هذه الأدوات جميعا وبتسير في نفس الاتجاه، وبتشكل ما يمكن أن نسميه الحصن الأول أو خط الدفاع الأول ضد هذه المحاولات. ربما أيضا تمت الإشارة من جانب السيد الرئيس إلى أننا نحتاج إلى بعض الوقت أو فترة زمنية لكي يتحقق ما نأمل فيه، يعني مش كل حاجة هتتحقق يعني صباحا. يضاف إلى ذلك ضرورة تطوير أنفسنا في إطار المستجدات، ولابد أن تكون الصورة مكتملة مع كل مكونات وفسيفساء الدولة. دكتور إكرام، الرئيس السيسي أشار إلى مجددا إلى مخاطر استهداف مؤسسات الدولة الكبيرة والوازنة وذات الثقل، بل ربما مخاطر استهداف أو الإساءة لمؤسسات الدولة مجتمعة وفي القلب منها بطبيعة الحال القوات المسلحة. من يريدون استهداف القوات المسلحة أو الإساءة إليها أو محاولة تجييش البعض ضدها يتعاملون مع هذا الأمر في إطار ممنهج ولا بشكل عفوي وفي أحيان قد يعترضه قدر من حسن النية؟ لا، بطبيعة الحال هم بيتعاملوا بشكل ممنهج، والسؤال يعني اللي أنا بطرحه هو لماذا الإساءة إلى هذه المؤسسات في الفترة السابقة، ولماذا الإساءة بصفة خاصة إلى مؤسسة الجيش؟ السيد الرئيس أشار أيضا في حديثه أن الجيش قام في الفترة السابقة في السنوات السابقة بمجهود ضخم، يعني سواء في على مستوى مواجهة الإرهاب، سواء على مستوى بناء الدولة. إن أشار أيضا أن ده لم يكن يمثل عبئا على الميزانية، إنما الجيش كان له موارده. إذا وأشار إلى أن ما تحقق يفوق الخيال. ربما هو ده اللي بيفسر لنا لماذا تستهدف هذه المؤسسات من جانب أعداء الوطن، وخصوصا لماذا يستهدف الجيش. الجيش هو حصن الوطن، وأشار السيد الرئيس أيضا إلى ما تحقق في حرب أكتوبر وما يتحقق من نصر وما يتحقق الآن في مواجهة الإرهاب وفي عملية البناء التي تعم كافة أرجاء الوطن في مختلف المستويات. الرئيس السيسي يصر على أن هناك اختراقا سيحدث في مفاوضات سد النهضة وأن كل أمر له حل، وهذه الإشكالية أو هذه القضية سنجد لها حلا. المسار السياسي الذي يمكن العودة إليه مجددا أو تنشيطه من جديد كيف تبدو ملامحه؟ طبعا ده موضوع مهم ايضا تمت الاشاره اليه من جانب السيد الرئيس، وخصوصا ان مياه النيل بالنسبه لمصر هي قضيه امن قومي، هي مساله يعني حياه ووجود وبقاء، وبالتالي ربما هيبقى في لقاء مرتقب بين السيد الرئيس وبين رئيس الوزراء الاثيوبي
في روسيا، وبالتالي احنا نتوقع ان يتم الاختراق السياسي الذي تمت الاشاره اليه في هذا اللقاء، وبما يحقق المصالح المائيه لمصر، وبما يحقق الامن المائي والامن القومي المصري. اتوقع ان يعني تكون مفاوضات مثمره بتسعى الى او يتم من خلالها الوصول الى الحفاظ على حصه مصر المائيه، ربما ايضا التفاوض بخصوص الفتره الزمنيه لمال السد، وده بيخلي يعني وجهه النظر المصريه في هذا الاطار واللي سبق اعلانها ان مصر لا تمانع في تنميه الدول الافريقيه ولا تمانع في تنميه اثيوبيا، وانما ايضا لابد من الحفاظ على مصالح مصر وهي مصالح جوهريه ومصالح هامه للغايه. نعم. يمكن هو ده المتوقع، وبحيث يتحول نهر النيل الى موضوع او مجال للتكامل والتعاون بدلا من ان يكون مجال للتنافر والاختلاف. من يتحدثون ربما بقدر من الانزعاج عن هذه القضيه، عن قضيه سد النهضه او عن تلعثم مسار المفاوضات في الاونه الاخيره، ربما تحدثوا بقدر من الضيق، لكن الرئيس السيسي قال انه عندما تابع بعض ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي وجد ان فيها قدرا من المبالغه. من يتحدثون بهذا الاطار بشكل من اشكال المبالغه، هناك قدر من التخوف الطبيعي الفطر التلقائي على مستقبل الحياة أصلا بحكم أن هذه القضية تمس جوهر الحياة، ولا قد يتحدثون رغبة منهم في إشاعة قدر من الخوف والقلق في نفوس العوام؟ يعني هو كلاهما وارد، هناك من لديه حسن نية ويخشى من حدوث أي تطورات تؤثر على المصالح المصرية، وهناك أيضا جهات أخرى وربما جهات خارجية تحاول استغلال هذا الوضع في إطار حروب الجيل الرابع وإثارة المبالغات والإشاعات ومحاولة الإيقاع بين الشعب وبين مؤسساته. إذن كلاهما وارد، ولكن الرهان هنا أيضا على وعي المواطن وقدرته على كشف أصحاب يعني هذه النوايا التي لا تستهدف الخير للوطن، وأيضا ثقته في قدرة القيادة على التوصل إلى الحل الذي يحافظ على أمن مصر وأمن المصريين. نعم، الرئيس السيسي هو يتحدث عن الحروب غير المتماثلة بحسب التعبير الذي استعمله، أو الحروب غير النمطية التي لا تستخدم فيها الأسلحة الاعتيادية وتحرك الجيوش، وكانت إشارة أيضا جرى تكرارها من الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، قال إن هناك تحركات تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهواتف الذكية أو خلافه، يمكن من خلالها تحريك بعض المواطنين لأغراض ما عبر فحص البيانات الخاصة بهم وما إلى ذلك. هل يمكن تحصين مجتمع ما في ضوء السماوات المفتوحة وفي ضوء الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يعيشها الكل الآن؟ هل يمكن تحصين مجتمع ما من هذه المخاطر؟ تحصين المجتمع لأن دي حروب ذات طبيعة مختلفة، هي نوع من الحروب واللي بيطلق عليها الحرب النفسية. الحرب النفسية تستهدف المواطن من داخله، من أفكاره، من قيمه، من معتقداته. تحصين المواطن هنا أو تحصين الوطن يكون من خلال كافة مؤسسات الدولة، يعني من خلال الأسرة، من خلال المدرسة، من خلال الجامعة، من خلال دور العبادة، من خلال تضافر جهود المؤسسات في الدولة بأكملها، ودي اللي ممكن نسميها بلغة السياسة يتقال عليها أدوات التنشئة، بحيث تتضافر هذه الأدوات كلها للوصول بالأفكار الصحيحة وغير المغلوطة إلى المواطن، وده اللي بيشكل حائط الصد الأول أو خط الدفاع الأول ضد محاولات استهداف الوطن. نعم. في إطار هذا النوع من الحروب المستحدثة أو اللي بتسمى حروب الجيل الرابع. شكرا جزيلا لك دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.